مشاهدينا في كل مكان، أسعد الله أيامكم بكل الخير. أهلا بكم ولقاء متجدد من هذا البرنامج واجه الصحافة. كما تعودنا كل أسبوع نطرح موضوع للنقاش. موضوع هذا الأسبوع سيكون حول تطوير المناهج الدراسية وأهمية هذا الأمر في تحسين جودة التعليم. في إطار حملة الدولة وخطة الدولة وجهود الدولة لبناء الإنسان المصري التي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تأتي عملية تطوير التعليم بما يتناسب مع التكنولوجيا الحديثة، وذلك عبر آليات. أبرز هذه الآليات هو تطوير المناهج، حيث قررت وزارة التربية والتعليم دمج اللغة العربية والتاريخ ضمن مواد المجموع في المدارس الدولية، هذا أولا. أيضا إجراء العديد من التغييرات على مواد الثانوية العامة وحذف البعض من المجموع، وتكون مواد رسوب ونجاح فقط. إذن هذا هو موضوع نقاشنا في حلقة هذا الأسبوع. للمزيد من النقاش حول خطة الدولة لتطوير المناهج كأحد أبرز عوامل تطوير التعليم، ينضم إلينا من داخل الاستوديو الأستاذة ميرفت عويس، الخبير التربوي. أهلا بحضرتك. أهلا بك كل مشاهدينا. شكرا لحضرتك. أيضا معنا ومعكم الأستاذ محمد الشرقاوي، الكاتب الصحفي ونائب رئيس تحرير روزا اليوسف ومسؤول ملف التعليم. أهلا بكم. أهلا بحضرتك، تحياتي وتحياتي لمشاهدينك الكرام. أهلا بحضرتك. إذا مشاهدينا في كل مكان، وكما تعودنا بعد هذا الفاصل ننطلق في هذا النقاش. أهلا بكم من جديد. أستاذ محمد، خليني أبدأ مع حضرتك، و ما تيجي نطمن الناس ونقول للناس الأول هو إيه اللي الوزارة خدته من قرارات وده هينعكس عليهم إزاي؟ بص، خلينا في البداية نقول إن الدولة حريصة كل الحرص على العملية التعليمية، وده ظاهر وواضح في العقد الأخير منذ تولي فخامة الرئيس في 2014 إلى الآن. طب ده كلام مرسل ولا كلام بالأرقام؟ بنقول بالأرقام، وده بنقول الأرقام لا تكذب ولا تتجمل. النهاردة على مستوى التعليم قبل الجميع عندي طفرة في عدد المدارس اللي موجودة على أرض الواقع. عندي النهاردة ما يتجاوز 65,000 مدرسة، بناء أكثر من 15,000 فصل سنويا. عندي الميزانيات المرصودة للتربية والتعليم، ميزانيات بتزداد سنويا، لم ترتقي لما يعني نقدر نقول إيه نتمناه، لكن في ارتقاء بالميزانيات المخصصة بصورة تؤكد أن الدولة مهتمة بهذا القطاع. تاني حاجة، أن الرئيس ذات نفسه في الحقبة دي أو الحقبة اللي فاتت من ولايته كان وضع التعليم والصحة على أولوياته، على الطاولة بتاعته. والنهاردة كمان لما جه كلف الحكومة الجديدة برئاسة رئيس الوزراء، قال من ضمن التكليفات التعليم والصحة، وتوفرهم بصورة جيدة. يبقى إذن احنا أمام حكومة وأمام قيادة سياسية عندها رغبة حقيقية لتطوير العملية التعليمية. أي بقى وقت، تعالى لو روحنا طبعا للتعليم قبل الجميع، بنتكلم أن الرئيس مسك الجامعات الدولة والجامعات حوالي 47 جامعة، النهاردة 92 جامعة. ال 47 جامعة دول اتبنوا، أول جامعة كان جامعة القاهرة كان 1908، لحد 2014 يعني تتكلم على قرن وست سنوات، بنت الدولة المصرية حوالي 48 جامعة. احنا في خلال 10 سنين بنينا ضعف اللي اتبنى في قرن وست وهي سنوات. وهي استراتيجية مهمة جدا، وفعلا الدولة يعني بتولي اهتمام، والقيادة السياسية تحديدا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بيولي اهتمام غير عادي، على اعتبار ان التعليم ده من اهم القواعد التي تبنى عليها الدول. وده هيخليني اروح للأستاذة ميرفت. بعض القرارات اللي خدتها الوزارة فيما يخص دمج بعض المواد أو اعتبار بعض المواد خارج المجموع لكن فيها رسوب وفيها نجاح، ممكن تشرح لنا وتشرح للمشاهدين معنى الموضوع ده إيه؟ هو قبل ما أشرح للمشاهدين عايزة أتطرق لنقطة مهمة جدا، هي تطوير المناهج بصفة عامة. تطوير المناهج هو جزء مهم جدا من تطوير العملية التعليمية، ودي واضح جدا من رؤية مصر 2030، وهي هدفها أصلا بناء الإنسان. يعني إحنا هدفنا من تطوير المناهج هو بناء الإنسان، بناءه من ناحية ثقافية الاجتماعية. إحنا عايزين طالب أو تلميذ يكون لديه القدرة في التعامل مع المستقبل ومشكلات المستقبل، ويكون في ارتباط حقيقي بين المنهج اللي بيدرسه وبين الواقع المجتمعي.
طب ده يتطرق لينا الى ايه؟ ان احنا نضيف بعض المواد ونشيل بعض المواد او نحذف بعض المواد اللي هي ممكن تكون مش مناسبه او مش ملائمه في الوقت الحالي للطالب ان هو يدرس عشان بعد كده يتخرج لسوق العمل. احنا عايزين المتعلم يكون قادر وفاهم يخرج لسوق العمل، يكون يقدر يتواكب معاه، مش مجرد دروس او مناهج عبء عليه ان هو يعرفها وخلاص. وكمان بعض المواد بتكون عبء على ولي الامر وعبء على الطالب، وبالتالي بتفتح باب بقى المجال دروس خصوصية ومشاكل احنا يعني مش عايزين نتطرق ليها كتير. يعني كان هو الشعار الاول او العنوان الرئيسي هي فكرة ان انا بحاول ان انا اقلل من عبء وصعوبة العملية التعليمية على المواطن المصري، وبالتالي على الطالب على الاول باعتباره ان هو وعلى بيدرس طبعا وهم الركن الاهم طبعا. طيب. على هنفتح شوية بشيء من التفصيل الموضوع ده، بس خلوني الاول هقف مع فاصل. مشاهدينا في كل مكان، سنعود بعد هذا الفاصل لكي نستكمل ونتحدث بشيء من التفصيل حول فكرة الدمج والإلغاء وأهمية هذا الأمر على الطالب أولا وعلى الأسرة ثانيا. اسمحوا لنا بهذا الفاصل، من بعده نتواصل. انتهجت مصر خطوات هامة في رحلتها لتحقيق تحول كبير في التعليم، نظرا لأهمية الدور الذي يلعبه في تنمية الجوانب الشخصية للفرد وتكوين اتجاهاته. ويأتي على رأس تلك الخطوات ما قررته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من إعادة هيكلة للمناهج الدراسية وإعادة ترتيب المحتوى التعليمي لتحسين جودة التعليم وتوجيه الجهود نحو تعزيز الفهم المعرفي بدل من الاعتماد على الحفظ والتلقين فقط. وفي إطار خطة الوزارة لتحسين جودة التعليم، ستكون المناهج الدراسية للصفوف الدراسية المختلفة مناسبة لأيام الدراسة الفعلية لتحقيق أكبر قدر من الاستفادة العلمية من هذه المناهج. وقد تم إعادة النظر في المحتوى العلمي والدراسي للطلاب في جميع الصفوف وتخفيف بعضها لتناسب أيام الدراسة مع الحفاظ على نواتج التعلم الحقيقية للدروس. ويأتي قرار إعادة تصميم المحتوى العلمي والمعرفي لصفوف المرحلة الثانوية وتوزيعها بشكل متوازن بهدف التركيز على تدريس المناهج الأساسية بشكل جيد بحيث لا تسبب عبئا معرفيا على الطلاب، إلى جانب الوصول إلى المعايير الدولية لإكسابهم المهارات المطلوبة من خلال عدد المواد الدراسية المختلفة وطرق التدريس الخاصة بكل مادة. ويهدف تطوير العملية التعليمية في المقام الأول إلى تخفيف العبء على الأسرة المصرية دون التقصير في المعارف التي سيدرسها الطالب. أهلا بكم من جديد مشاهدينا في كل مكان. هرجع للأستاذ محمد. أستاذة ميرفت قبل الفاصل كانت بتتكلم على أن الدولة لما خدت القرارات سواء في الدمج أو الإلغاء أو ما شابه ذلك، كان الشغل الشاغل هو الطالب المصري و تخفيف عملية التعليم والامتحانات والمذاكرة وما شابه ذلك على الطالب، وبالتبعية طبعا على كاهل الأسرة المصرية. برضو أنا عايز نشرح للناس هو يعني إيه دمج ويعني إيه إلغاء ويعني إيه مواد جوه المجموع وبره المجموع وما فيهاش نجاح ورسوب. بص حضرتك، باختصار كده، ما تم تطويره من مناهج ومتعلق بالمرحلة الثانوية، كل ما قبل ذلك هو على قديمه. احنا عندنا مناهج مطورة بدءا من ايام الدكتور طارق شوقي وحتى الان وصلنا لأول اعدادي بمناهج مطوره، لكن الوزير الحالي السيد محمد عبد اللطيف اللي عمله كله يتعلق بالمناهج في المرحله الثانويه. الراجل ده عمل مجموعه من الجولات المكوكيه على اكثر من محافظه، اعتقد 13 محافظه، التقى فيهم بمديري المديريات ومدير الادارات، ومن خلال اسبوع المنصرم كمان كان عامل لقاءات كبيره جدا مع مديري المدارس على مستوى الجمهوريه. وصل لي مجموعة من المعوقات بتقابل العملية التعليمية، منها الثانوية العامة ومناهج الثانوية العامة. طيب هو الكلام اللي عامله سواء الدمج أو الحذف أو ما يتعلق بأن المادة دي تتشال ما تبقاش أساسية لكن تبقى مادة تضاف إلى لا تضاف للمجموع، لكن مواد نجاح ورسوب من إيه؟ من واقع تجارب 20 دولة. كلف المركز القومي للبحوث التربوية و عدد من العاملين بديوان العام الوزاره اعرفوا لنا يعني اكبر الدول في الانظمه التعليميه ماشيه ازاي. فالراجل خد وعمل تمصير للفكره اللي بره وعملها هنا. طب الفكره اللي هنا كانت موجوده؟ كانت موجوده اصلا، تخفيف المناهج دي وان يبقى عدد المناهج قليله وان يبقى في مواد
مش أساسية ومواد أساسية موجودة في المدارس الدولية، موجودة عنده في المدارس الرسمية الدولية الحكومية. يبقى إذا احنا ما اخترعناش العجلة، لكن هو كان جريء ان هو في خلال 40 يوم او 42 يوم بالظبط ان هو يعلن في مؤتمر صحفي بحضور رئيس الوزراء عن هيكلة نظام الثانوية العامة. الجزئية دي مهمة جدا جدا ومحتاج ان حضرتك تأكد عليها تاني، ان معالي الوزير لما قرر ان هو ياخد القرار ما خدوش بمجرد فكرة طرقت فخد القرار، لا ده في دراسة وفي ناس راحت واطلعت وشافت دول اخرى وبالتالي نقلت نجاح عملية تعليمية معينة، فبالتالي محتاجين نركز كمان على الجزئية دي عشان المشاهد يبقى فاهم. بالظبط، عشان في تساؤلات كتير لدى الرأي العام. يعني هو اولا كوزير خارج مطبخ مطبخ التربية والتعليم، ملوش علاقة بالتربية والتعليم ولا ديوان عام وزارة التربية والتعليم، راجل جاي من بره خلاص، اي مكان ثقافته اي مكان بيدير ايه بالظبط، المهم انا هو مش متعلق ومتمعن في فكرة مشاكل العملية التعليمية اللي بتأن منها المدارس الحكومية والرسمية لغات والرسمية المتميزة ومجموعة المدارس الأخرى سواء النيل أو مدارس اليابانية أو المدارس الرسمية الدولية. في خلال 40 يوم جيب رؤية مختلفة تماما عن سابقي تماما، المهم هو عدل وعمل مجموعة من الإجراءات ببساطة كده. لو جينا على اللغة الفرنسية خلاها مادة لا تضاف إلى المجموع لكن مادة رسوب ونجاح. يعني مش هينفع طالب الثانوية العامة يعدل المرحلة الأعلى أو الصف الأعلى إلا لما يكون ناجح في هذه المادة. طب تقول لي إيه الفلسفة؟ ما احنا كنا عايزين نطلع جيل يتقن اللغة الإنجليزية وجيل أيضا يتقن لغة أجنبية تانية. خلينا منصفين، قالنا اللغة الأجنبية الأولى اللي هي الأكثر شمولا في مصر هي اللغة الإنجليزية، والعالم كله تقريبا بيتحدث اللغة الإنجليزية. طيب الفرنساوي عدد قليل جدا من الدول بتتحدث اللغة الفرنسية، لكن لا مانع ان الطالب يبقى عنده الاثنين، لكن اكتشف ان العام الدراسي المصري وقته قليل. علشان اطلع طالب يتقن اللغتين اتقان تام مش هيقدر، ويبقى احنا كده طلعنا طالب لا اتقن الإنجليزية ولا اتقن اللغة التانية. تمام، يعني هو وكأنه فقه الأولوية، فقه الأولوية هو اختار المادة اللي هي اللي فعلا العالم كله بيتحدث بيها وساب هذه وما عادش في توظيف في العالم من خلال المادة دي خلاص. فقال أنا هدي الإنجليزي حقه وادي له ساعات معتمدة أكتر، واخد من الفرنساوي أخلي الطلبة اللي عندي خارجين معقولين في مادة الفرنساوي، وأكد عليها أن أنا هي مادة نجاح ورسوب ولا تضاف للإيه؟ طيب للمجموع. دي كمان جزئية مهمة هنتقل فيها للأستاذة ميرفت. طيب ما أنا المادة موجودة عندي والطالب هيذاكر المادة والطالب هيمتحن المادة، هي كانت المشكلة بس أن المادة مضافة للمجموع؟ هو الحقيقة نرجع بقى لثقافة المجتمع المصري، هي أي مادة بتضاف للمجموع هي بالنسبة لهم هي مادة مهمة، لكن إذا نظرنا إن هي مادة غير مضافة للمجموع عند معظم ثقافة الشعب المصري هي مش مهمة. لكن اتفاقا مع رأي الأستاذ محمد، هو فعلا هدف إن احنا نحط اللغة التانية سواء الفرنسية أو الألمانية أو أي لغة تانية كمادة غير مضافة للمجموع، هو تخفيف فعلا الحمل على كاهل الأسرة المصرية زي ما وضحت قبل كده. تاني حاجة إن احنا مش منعناها، يعني احنا ما لغيناهاش عشان بس الناس ما تفتقدش فكرة ان احنا لغيناها خلاص فبالتالي هي مش مهمة، لا هي مهمة. احنا عايزين بقى رجع ثقافة دي تاني، هي مش معنى ان احنا لغيناها او مش يعني حطيناها مواد غير مضافة للمجموع ان هي مادة مش مهمة، لا هي مهمة كل حاجة لكن هي ليست مضافة للمجموع. فدي نرجع بقى فيها لثقافة المجتمع المصري، يعني نحاول نغير فيها ان هي مواد بتدرس، لان في ناس كتير اعتقدت ان هي خلاص ترى مادة مش مهمة ما نذاكرهاش او هي ملهاش لازمة، لا هي ليها لازمة ومهمة، بس التركيز الأكبر على المواد الأساسية اللي هي بتاخد حيز أو زي ما حضرتك قلت قبل كده أولوية، ده الأهم بالنسبة. طيب خليني أتحدث بلسان حال الطالب اللي بيدرس في مدرسة فرنساوي من وهو طفل لحد ما وصل للمرحلة الثانوية العامة. طيب ما هو ده هيقول لك طب ما أنا كده مظلوم، أنا مش بدرس غير بالفرنساوي، أنا محتاج المادة دي تكون موجودة عندي في المجموع لأنها هترفع لي مجموعي. بص حضرتك يا سيدي، برضه جزئية مهمة جدا. احنا قلنا ما تم الغائه من المجموع اللغه الاجنبيه الثانيه. طب انت في مدرسه لغتك الاجنبيه الاولى فرنساوي، خلاص هي دي الاساسيه بالنسبه لك. تاني يبقى احنا بنتكلم النهارده ان اللغه الاجنبيه الثانيه
هي اللي تم لا تضاف الا المجموع لكن ماده رسوب ونجاح. طيب الماده الاجنبي اللغه الاجنبيه الاولى موجوده كما هي. طب هتقولي طب ما في مدارس فرنساوي، ما هي دي بالنسبه لهم تساوي الانجليزي في المدارس التانية. بمعنى ايه؟ بمعنى تاني، انا النهارده ما تم الغاء اللغه الاجنبيه التانية ماده لا تضاف الى المجموع ماده رسوب ونجاح. يعني اللغه الفرنسيه ممكن تكون ماده اساسيه تضاف للمجموع عند مدارس معينه وطلبه معينه، ولو الماني نفس الحكايه ولو ايطالي نفس الحكايه. يبقى اذا بدل ما نقول فرنساوي والماني، اللغه الاجنبيه الثانيه هي التي لا تضاف الى المجموع. طب لغتك الاجنبيه الاولى وانت مدرستك فرنساوي، خلاص يبقى دي اللي هتضاف للمجموع. على فكره مهمه جدا وكويس ان حضرتك وضحت الجزئيه ديت. طيب انا برضو واحنا انا مش عايز اسيب اللغه الفرنسيه وهتكلم عنها كمان. طيب خليني بقى اتكلم بلسان حال مدرس اللغه الفرنسيه. احنا شفنا ان ردود افعال لبعض مدرسين كانت شويه مبالغ فيها، واعتبروا نفسهم ان هم خلاص يعني هو فقد المؤهل الدراسي وفقد وسيله كسب للحياه. طب ممكن نقول له ايه برضو؟ بص حضرتك، بالنسبه لمعلمين الفرنسيه، كل حاله اللغط اللي اثرها المعلمين مع احترامي ليهم متعلق ان طالما هي بقت ماده لا تضاف الى المجموع هو خلاص مش هيدي دروس خصوصيه. حالة اللغط الكبيرة فكرة الدروس، فكرة الدروس انما الاستفادة الشخصية. لكن خلينا نكون منطقيين، هل تم الغاء الفرنساوي؟ لا. هل تم الغاء اللغة الاجنبية التانية؟ لا. هل موجودة في كل المراحل؟ موجودة كما هي في كل المراحل. او ولكن زي ما قالت الاستاذة ميرفت ان هو ممكن تقل فكرة الضغط اللي كان بيحمله كاهل افراد الاسره، يعني بخصوص انها ماده وانا لازم بقى اذاكر وافرض لها لازم دروس خصوصيه ودروس خصوصيه. بس هي دي الخلاصه. حاله الغضب الشديد عند معلم الفرنساوي او اللغه الاجنبيه الثانيه، بالذات الفرنساوي طبعا خلاص لانها كانت اكثر لغه اجنبيه ثانيه منتشره في المدارس سواء الحكوميه او الرسميه او الخاصه او الدوليه، هي دي النقطة اللي عندهم اللي هي موضوع الدروس الخصوصية. إنما هو يبقى عنده نصاب القانوني عادي، بيشتغل عادي جوه المدرسة، الطلبة عندهم مادة الفرنساوي موجودة نجاح ورسوب لكن لا تضاف إلى المجموع. وأنا بشكرك جدا على أن أنت وضحت الجزئية ديت، لأن كتير ما كانش فاهم الجزئية يعني بالشكل اللي حضرتك شرحته لنا. اسمحوا لي أن أنا هطلع مع فاصل وهنرجع نكمل الموضوع. إذا مشاهدينا بعد الفاصل نستكمل هذا النقاش. أهلا بكم من جديد مشاهدينا في كل مكان، ولاستكمال هذه الحلقة النقاشية ينضم إلينا الآن هاتفيا دكتور أسماء غانم أستاذ المناهج بجامعة عين شمس. دكتور أسماء أهلا بك يا فندم. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. ولما يكون يعني معنا قيمة وقامة زي دكتور أسماء لازم أسألها بداية، كيف رأت ما أصدرته الوزارة من قرارات فيما يخص بعض المناهج من حيث الدمج أو الحذف أو عدم التأثير في المجموعة؟ صباح الخير على حضرتك وعلى كل المستمعين. الحقيقة حضرتك بتكلمني دلوقتي وأنا في متحف الحضارة وبنشوف العصور اللي مرت بيها مصر قبل ما نبدأ في مسألة الإدوكيشن والتعليم. الحقيقة أنا معايا ضيوف أجانب منبهرين، منبهرين بمعنى الكلمة. جميل. بكل ما يروناه من مظاهر للحضارة، وده تاريخ مصر. بشوف حضرتك هم قطعوا آلاف الأميال علشان يجوا يتفرجوا عليه ومنبهرين فعلا بيه. ازاي احنا نتجاهل هذه الحضارات الفرعونيه وما قبل التاريخ الفرعوني والرومانيه والاسلاميه، كل هذه المراحل مسجله الحمد لله بكل المجسمات وبكل ما فيها من معاني جميله وحروب وانتصارات وهزائم وكل حاجه مسجله. ازاي كيف يتجاهل المصريون كل هذا الزخم الحضاري والثقافي؟ ازاي يعني انا مستغربه ان التاريخ والجغرافيا يعني دائما وابدا مصر في طليعه يتم تجاهلها بهذه الطريقه. نعم. في حاجه عايزه اقول لحضرتك، في حاجه اسمها وحده المعرفه. وحده المعرفه لا تعني ان احنا ندرس التكنولوجي وندرس الماثيماتكس وندرس المواد العلميه بمعزل عن العلوم الانسانيه. العلوم الانسانيه هي اصل بناء الانسان، وفي هناك حاجة اسمها المدخل التكاملي. يعني لا يمكن نتجاهل أي جانب من جوانب المعرفة على حساب الجوانب الأخرى.
او نتجاهل بعض الجوانب على حساب جانب معين. احنا we are looking for the future، احنا بنبص على المستقبل، بس في نفس الوقت لا يمكن تجاهل هذا الزخم. ما فيش بلد في الدنيا فيها هذا الكم من التراث الثقافي والحضاري واللي بيبني في الانسان فعلا. يعني هي مقدمه في منتهى الروعه من حضرتك دكتور اسماء، وده يخليني اعود الى قرارات الوزارة فيما يخص الدمج أو الحذف أو الإلغاء أو ما شابه ذلك. كيف تقيم دكتور أسماء هذه الأمور؟ شوف حضرتك، إحنا لما نيجي نقيم المسألة كلها من منظور ثقافي تكاملي، لكن ما يسمى التكامل الآن هو لا يمت للتكامل بصلة. أنا اللي أنا بشوفه دلوقتي إنه ده الحضارة، يعني في صورة للبنائين المصريين والمهندسين المصريين عاملين مثلث زي الهرم وفي تقالة في النص عشان يوزن لهم. إذا كان في ميل، يعني ما تجاهلوش أي قاعدة علمية. وفيثاغورس كان أصل فكرته ونظريته من العصر الفرعوني، يعني صحيح. لم يتم تجاهل الماثيماتكس والساينس كله والتحنيط وعلم التحنيط اللي يعتبر حتى الآن سر. يعني أنا بشوف المومياوات بشعرهم وأظافرهم وأسنانهم، صحيح. الضيوف اللي معايا بيستغربوا على كل ده. يعني إحنا لم نتجاهل المصريين القدام، مش إحنا للأسف، وإحنا عمالين نمحي في تاريخنا. هل يجوز ذلك؟ أرجو إن إحنا ننظر للمسألة بمنظور مختلف خالص، منظور ثقافي تكاملي إنساني. هو ده التكامل، التكامل بين العلوم الإنسانية والعلوم الطبيعية وايضا التكنولوجيا. لا يمكن ان احنا نتجاهلها، لكن في اطار عام. انما اللي احنا بنعمله صحيح، اعتقد ان ده محو متعمد لتاريخ مصر. نعم، ويعني اسمحي لي تنقلي تحيات البرنامج الى ضيوفك الكرام، ودايما منورين مصر، ودايما وزي ما حضرتك بتتحدثي مصر في الرياده. حقيقي عدد ضخم من السياح، انا مش مصدقه هذا الاقبال الشديد، واحنا بنتراجع وبنبتعد. ليه؟ يعني نحن على جادة الصواب ونسير على جادة الصواب. دكتور أسماء غانم أستاذ المناهج بجامعة عين شمس، أشكرك يا فندم، شكرا جزيلا، ومزيد شكرا جزيلا من المتعة في متحف الحضارة. شكرا لك سيدتي. خلينا نرجع نكمل كلامنا. وإحنا بنتكلم على فكرة الدمج، إحنا اتكلمنا على مادة الفرنساوي وشرحنا الموضوع بشيء من التفصيل. طب احنا عندنا كمان مواد غير الفرنساوي كمان كان فيها بعض الجدل، الفلسفة والتاريخ وما شابه ذلك. بس لو كلامنا النهارده على الفلسفة والمنطق، كان برضو فلسفة الوزارة في هذه الجزئية متعلقة. طبعا احنا بنقول دايما الفلسفة والمنطق دي ام العلوم، صحيح، تمام، ودي اللي بتخرج اجيال تعرف تتكلم بالمنطق وعندها رؤية فلسفية وتفكير نقدي وتحليل للاشياء. كل ده مش مختلفين عليه. اللي حصل من وجهة نظر الوزارة ان النهاردة بدل ما الفلسفة والمنطق دايما متعلقة بطلبة الادبي خلاص، وطلبة العلم ما بياخدوش فلسفة ولا منطق، فقال لك انا هشيل الفلسفة والمنطق واحطه فقط في السنة او اولى ثانوي، بحيث ان الادب والعلم يدرسوا. طيب بنفس المنهج اللي كان موجود في اولى ثانوي؟ لا، هنكبر بقى المنهج، بقى منهج كبير ومتكامل للصف الاول الثانوي. او خلينا نقول احنا شلنا اللي كنا بنديه في السنتين الثانيه، ثانيه وثالثه ثانوي، وحطيناه في اولى ثانوي. بدل ما المنهج كان فصلين في اولى ثانوي، بقى 7-8 فصول درس طالب الادبي وطالب العلمي. ومن هنا جت الفلسفه، ان انا اخفف من على الطلبه الفلسفه في الصف الثالث الثانوي واعمله بمفهوم اوسع في الصف الاول الثانوي. استاذه ميرفت، خليني كمان اتحدث بلسان الطالب وبلسان الاسره وبلسان المدرس. طب ليه الفلسفه؟ يعني قسم ادبي من ضمن المواد اللي بيبنى عليها او بتبنى عليها عقليه طالب الادبي هي الفلسفه، والفلسفه يعني لها تأثير مباشر على حياة الإنسان أو على حياة المتعامل معها. طب ما هنا هيقول لك طب ليه الفلسفة؟
ما هو مش تم حذفها نهائيا من المرحلة الثانوية، هو بالفعل هيدرسها في الصف الأول الثانوي، وهيدرسها بشكل أوسع وبشكل يعني أفضل من اللي كان بيدرسه قبل كده. هي الفكرة إحنا لغيناها في مرحلة، لكن حطيناها في مرحلة تانية اللي هي أولى ثانوي، واللي هيدرسها طالب العلمي والأدبي، مش فقط الأدبي، لا كمان العلمي كمان هيدرس. فالفكرة إن مش معنى إن إحنا حذفناها إن إحنا شلناها خالص من الوجود، لا هي موجودة، موجودة هي بس هي بتدرس في أولى ثانوي بس بشكل تاني مختلف. هي موجودة، ما هو طالب الأدبي أو طالب الفلسفة أو بيدرس فلسفة، هنفترض أنه هو محب لهذه المادة وكان بيعتمد عليها برضو بنفس وجهة نظر المادة الفرنسية، أن هي دي بالنسبة له مادة مجموع هتزود مجموعه. طب أنت ليه تحرمني من حاجة زي كده؟ هي مش حرمان قد ما تخفيف. يعني احنا لو حضرتك بصينا للصف الثالث الثانوي بمجموع المواد، هي تخفيف عليه بالعكس، ده قرار، ده أسعد كتير من الطلبة وأولياء الأمور، إن بدل ما كان هيدرس مواد كتيرة، لا هتبقى مواد أقل ومصاريف أقل معلش وحاجات كتير بالنسبة له، وبالعكس ده أسعد قرار، يعني قرار ده أسعد ناس كتير جدا. وهو القرار زي ما بنقول يعني ما اتخدش بمجرد خاطر ورد فتم إصدار قرار، لا ده بناء على الدراسة. أي قرار تربوي بيتم عن طريق دراسة، وبيتم عن طريق حاجة اسمها حوار مجتمعي، يعني مش بس خبراء اللي موجودين في الوزارة، لا خبراء التربية والمهتمين بالتربية والتعليم، فبيتم القرار بناء عليه، لكن مش بيتم بشكل عشوائي زي ما الناس متخيلة. صحيح. يعني القرار ده مدروس لفترة كبيرة قبل ما يتم إعلانه بشكل مباشر. طيب هرجع للأستاذ محمد، وخليني كمان أتبنى وجهة نظر مدرس الفلسفة، ما هو بيقولك طب أنت كده ضرتني. ما هو نفس الضرر اللي احنا اتكلمنا عليه. ليس من المنطقي ان كل حد صاحب رسالة خارج من الجامعة المصرية لازم يلاقي له مكان في الثانوية العامة عشان يدي دروس او في التربية والتعليم بصفة عامة. احنا النهاردة بنتكلم، لو احنا بقى جينا نتكلم طب اللي خريجين صيني يعملوا ايه النهاردة؟ احنا عايزين المدارس يبقى فيها لغة تانية صيني، وهكذا هنفتح باب كبير جدا. اللي يهمني في فكرة الدمج او ترحيل مناهج لمراحل دراسية سابقة أو لاحقة، دي فكرة مدى تأثيرها على الأجيال القادمة، ومدى ارتباط ده بالواقع، ومدى ارتباطه لما يتخرج أو يطلع للمستوى الأعلى اللي هو الجامعة. جزئية مهمة. طيب النقطة المهمة برضك في هذا الإطار، النهاردة وإحنا بناخد هذه القرارات لازم أطبقها على أرض الواقع علشان أقول سلبياتها وإيجابياتها، علشان اقدر السنة اللي جاية اقول اللي احنا عملناه صح ولا غلط. لما الطالب خرج للجامعة كان متمكن ولا مش متمكن، وده لازم ان يتواكب معاه مع فكره. طالما احنا خصصنا حاجات معينة للادبي وللعلمي ودمجنا ورحلنا بعض المناهج، ان انا اغير بقى كمان نظام الثانوية العامة في الالتحاق بالجامعة، وغير الانظمة اللي موجودة. يعني في مقترح دلوقتي في وزارة التربية والتعليم معروض على مجلس الوزراء، ان ما عادش حاجه اسمها علمي وادبي لا خلاص، يبقى في تشعيب يعني ايه، او تخصصات. شعبه العلوم والثقافه والفنون دول ادبي، اللي هم ادبي علوم ثقافه فنون، دول عارفين ان هم هيلتحقوا بمجموعه من الكليات المتعلقه بهذه الجزئيه. يبقى اذا وانا بديهم في الثانويه العامه بديهم مواد مؤهله للقطاع اللي رايحينه فيه الجامعة. وفكرة الدمج بين بعض المواد، وان طالب الادبي يدرس مواد ادبية وعلمية وطالب العلمي العكس. هنحاول ان احنا علشان نقضي على هنعمل بقى ايه. عندك مثلا الشعبة الطبية والشعبة الرياضية، وعندك حضرتك شعبة العلوم والفنون، وعندك شعبة كمان للذكاء الاصطناعي، تمام، والحاسبات. الطالب هو داخل ده المقترح، الطالب هو داخل الثانوي العام بيختار، ودلوقتي المقترح كمان بيقول لك هتختار اثنين، يعني ممكن تبقى ادبي قطاع علوم وثقافه وعلوم وفنون، وتختار معاه كمان قطاع الطب. يبقى هو في الحالتين دول مديك المواد المؤهله للقطاعين. انت عارف يا استاذ محمد اجمل ما في هذا المقترح إذا طبق وإذا نفذ، إن هو فعلا هيقتل بقى فكرة إيه ضغط الثانوية العامة وإرهاب الثانوية العامة على الطالب وعلى الأسرة، وهيرفع عن كاهل الأسرة كتير جدا من المشاكل. لا في خطوة بقى أهم بقى من عشان بقى جزئية الرفع عن كاهل الأسرة دي. طيب النهاردة الثانوية العامة يحددها الدور الأول فقط. بمعنى؟ يعني أنت النهاردة في الثانوية العامة جبت في الدور الأول 80، مستقبلك هيمشي على 80%.
في التحاق بالجامعه وانت طالب في الدور الثاني. الدور الثاني بنسبه خمس بتاخد 50% منه، ده انت راسب معايا، الا لو متقدم بعذر ما حضرتوش في الدور الاول. يبقى اذا انا ما عنديش الا فرصه واحده لطالب الثانويه العامه يتحدد من خلاله مصيره طول العمر. طيب ده استاذ الاقتراح ده بقى ده ايه؟ ده عشان اقول له حاجه تكمله بقى، الاقتراح ايه؟ ان انت هتخش اولى الدور الاول وجايب اقول لحضرتك 95%. فقلت يا جماعه انا شايف ان انا اجيب اكتر من كده، تعال عندنا فرصه ثانيه وفرصه ثالثه. هو ده اللي عايز اطمن منه. بنفس المجموع ب 100% من الدرجه، بس لو انت جبت في الفرصه الثانيه 80 وانت جايب 95 تحتسب ال 80. خلي بال حضرتك. عشان ده تعادل، التعادل وتكافؤ الفرص. تكافؤ. لان انا حطيتك في قالب معين ونظام امتحان معين في الدور الاول، جبت 90%، حطيتك في قالب ثاني في الفرصه الثانيه، جبت 80%، يبقى انت تحصل على 80%. طب جبت 95% تحصل على 95%. طب مش عاجبك لا الدور الاول ولا الفرصه الاولى ولا الفرصه الثانيه، هتاخد فرصه ثالثه بكامل الدرجه. اذا احنا بنقول له ايه؟ طلع اكبر ما فيك علشان توصل لحلمك في الجامعه اللي انت عاوزها. ودي جزئيه كمان مهمه جدا جدا، وفكره ان انا اعيد ترتيب ثقافه الاسره المصريه والطالب المصري فيما يتعلق بالثانويه العامه، جزئيه احنا فعلا محتاجينها من زمان جدا. وده هيخليني اروح للاستاذه ميرفت. استاذه ميرفت، احنا بنتكلم على ان مجالات العمل ومجالات الشغل لازم يكون لها علاقه مباشره بالدراسه، وزي ما احنا شايفين الدنيا كلها دلوقتي بتتوجه الى فكره الذكاء الاصطناعي، فكره الكمبيوتر وما شابه ذلك، واصبحت الدراسات اللي هي الادبيه او الفلسفيه زي ما بيقول كده يعني مش هي اللي ممكن تبني اسره. دي كمان وجهه نظر يعني جديره بالاحترام، ان انا عايز اوجه الطلبه ان هم يكونوا منتجين في حقل مهم جدا جدا، انت كفرد محتاجه وانا كدوله محتاجه. وده فعلا اللي بيطبق من خلال المناهج اللي بيتم تطويرها من اول 2018 لحد دلوقتي. ابتدينا من اول مرحله رياض اطفال والصف الاول ابتدائي، مرورا بتانية وتالتة لحد حاليا دلوقتي الصف الاول اعدادي. وده يتفق مع فكره مهمه جدا، ان انا مش عايزه اخرج طالب يبقى بعيد عن الواقع، انا عايز التعلم من اجل التعلم مش من اجل التلقين ان انا انجح وخلاص وفي الاخر بعد ما انجح ما الاقيش فرصه عمل وما الاقيش شغل. احنا توظيف المناهج دلوقتي بيتم من خلال اسس يتم من خلالها واحد ادماج التكنولوجيا زي ما حضرتك قلت والاي اي والذكاء الاصطناعي، اتنين يكون في ربط بين الواقع وبين المكتب يعني بين الواقع وبين اللي بيدرسه فعلا الطالب، تالت حاجه ناهله المهارات تساعده بعد كده في سوق العمل ان هو يجتاز بيها، مش بعد ما يتخرج يدور انا ايه اللي ممكن احتاجه في سوق العمل، انا لسه هتعلم مثلا لغه جديده، انا لسه هتعلم ذكاء اصطناعي، طب ليه ده ما نوفروش في البدايه من خلال المناهج اللي بيدرس الطالب؟ ليه يضيع سنين عمره مثلا وفي الاخر يصطدم بانه مش ما يلاقيش جامعه يلتحق بيها؟ فده الفكره اللي احنا بنقوم عليها، تطوير المناهج وفقا للواقع المجتمع اللي احنا عايشين فيه، مش عايزين يبقى الواقع حاجه والحياه العمليه حاجه ثانيه خالص. صحيح. يبقى كده احنا ما استفدناش حاجه. فالهدف من تطوير المناهج اللي احنا بنقوم بيه واللي انا بطلب يعني من اولياء الامور ان هم يعني يتقبلوا ثقافه التغيير ويتقبلوا ثقافه المناهج، عشان ما يبقاش فكره ان احنا بنغير مناهج وخلاص، لا احنا بنغير مناهج لهدف، مش هدف دلوقتي، لا هو هدف مستقبلي بعد كده، خاصه ان الجيل ده مختلف تماما عن الاجيال. صحيح. السابقه. الجيل ده بيمتاز محاط بالتكنولوجيا، محاط بالمعلومات، محاط بالتحديات اللي موجوده فيه دلوقتي من قضايا مختلفه، قضايا تغيير مناخي، قضايا محاطه بينا الوعي البيئي، قضايا كبيره جدا لازم يكون فاهمها ولازم يكون داركها. فامتى هيفهمها ويدركها؟ مش بعد ما يتخرج، لا اثناء دراسته سواء مرحله ابتدائيه والاعداديه او الثانويه ان شاء الله. كلام جميل جدا جدا. وخلينا كمان ناكد ان فكره اللغات، يعني لو عدنا للغه الفرنسيه، اللغه الفرنسيه طب ما هو اي لغه انت ممكن تتعلمها شهر، تاخد دوره في معهد وتاخد اللغه اللي انت عايزها. هنكمل حوارنا وهنكمل كلامنا وهننصت أكتر لكلامكم الممتع فعلا، لكن اسمحوا لي هنقف مع فاصل، بعض المعلومات نتلقاها في هذا الأمر ثم نعود لكي نستكمل هذا النقاش. We'll be right back.
اهلا بكم من جديد مشاهدينا في كل مكان. استاذ محمد، واحنا بنتكلم على بعض التعديلات والغاء وضم بعض المواد، خليني كمان هروح للمدارس الدوليه واللغه العربيه والتاريخ. البعض مش فاهم كمان الجزئيه ديت، ما تيجي نشرحها؟ بص حضرتك، طبعا احنا بنتكلم النهارده ان المدارس الدوليه كان فيها اللغه العربيه والتاريخ ماده لا تضاف الى المجموع. الوزير لما جه عايز برضك يرسخ مفهوم الهويه المصرية وهوية اللغة العربية حتى للأجيال اللي بتدرس تعليم انترناشنال، وكان ده بيقابلنا ان في طلبة في المدارس الانترناشنال او في التعليم الانترناشنال بصفة عامة لا تجيد الحديث باللغة العربية وعندها تهتها في مفهوم وكلمات اللغة العربية، وده من وجهة نظري لا يصح اي مكان تعليمك ايه ان انت تصبح ميح لا معنى بنقول كده في اللغة العربية، لغة الضاد، لغة بلدنا، لغة العرب. فليس من المنطقي ان انا ما خليش اللغة العربية يعني لغة اساسية وتضاف الى المجموع، وبالتالي مدارس الانترناشنال النهاردة هتلاقي الخريج ابنك او ابني بيدرسوا اللغتين العربية والاجنبية عادي خالص، او الاجنبية التانية عادي خالص، لكنه بدأ يجيد اللغة العربية. تيجي النهاردة تكلمه في الحساب، بلاش بقى نقول الماس، في الحساب بواحد واثنين وتلاتة، فتقول له انت معاك 30 جنيه يقول لك انا مش فاهم، فلما تقول له صرت باون. ابننا المصري العربي مش عارف يعني ايه 30 جنيه، وهكذا قصة على حاجات كده. فانا شايفه قرار صائب، يعني اذا ربما نتفق ونختلف على بعض فقه الاولويات في التطوير الجديد، لكن جزئية اسناد اللغة العربية واعتبارها هي والتاريخ تاريخ بلدك بما تحمله من كل الجوانب والحضارات المختلفة والعصور المختلفة، النهاردة عاد مادة أساسية، أتفق تماما مع هذا النهج. أستاذة ميرفت، بعض أولياء الأمور في المدارس الدولية فهموا الموضوع بشكل خاطئ أو حسبوه بشكل مختلف، بمعنى أن اللغة العربية والتاريخ جوه المجموع، ولكن الدرجات المخصصة ليهم جوه المجموع أصبحت أقل، فبالتالي برضو اللي كان بيعول على ان هو يجيب مجموع كويس علشان يوصل لدرجة معينة مش هيقدر يحقق ده، فنرد عليه نقول له ايه؟ باعتباري انا معلمة تاريخ في احد المدارس الدولية، هو قرار اضافة التاريخ واللغة العربية هو قرار مهم جدا جدا. باعتباري معلمة تاريخ، فانا واحدة كنت بعاني جدا من ان بعض الطلبة فعلا زي ما استاذ محمد قال ان ما كانوش بيعرفوا يقرأوا ولا يكتبوا في المرحلة الثانوية، لا يجيدوا القراءة والكتابة باللغة العربية، لا يجيدوا التعبير باللغة العربية، دي كانت مشكلة كبيرة جدا. وللأسف كان في بعض المدارس بتجعل التاريخ واللغة العربية مواد مهمشة باعتبارها ان هي لا تضاف للمجموعة، فبالتالي النظرية دي او النقطة دي كانت برضو بتضاف للطالب ان هي مادة مش مهمة، خلاص تاريخ وعربي مش بيضاف للجي بي اي بتاعهم او المجموع بتاعهم، خلاص فهو بالنسبه له مش مهم. لكن القرار ده هو الحقيقه اسعدنا احنا كمعلمين لغه عربيه، والمفروض ان هو كمان يسعد اولياء الامور. ليه بقى؟ لان اضافه قرار زي ده هو مهم جدا في اضافه الهويه الوطنيه. مش معقول نكون في مصر وفي ارض مصرنا الحبيبه ويكون ابننا مش عارف يعبر باللغه العربيه او يكتب ويكتب ويعبر باللغه العربيه، صعب جدا جدا. كان في اعتزال، هم بيدرسوا المواد الاجنبيه بتاعتهم ما عنديش اي مشكله، بس كانت المواد دي مهمشه يعني ما كانتش مواد اساسيه زي باقي المواد. اضافه المجموع ليها دي حاجه تسعد ولي الامر قبل ما تسعد المعلم والطالب. طيب ما هي المشكله ان هي هيقولك انا ابني بيدرس طول عمره باللغه الانجليزيه واحنا اتعودنا في طوال هذه المسيره ما بياخدش عربي، فانت دلوقتي هتدخل لي العربي وتخليه لي من المجموع، طب ما انا ابني مش هيقدر يجيب فيه مجموع. هو بيدرس العربي اوريدي يعني، هو ولكن بدون اهتمام. لكن بدون اهتمام. لكن القرار ده لما جه هو قرار مهم جدا جدا، تاكيد على المواطنه وتاكيد على الهويه الوطنيه، ان انا لازم اعرف لغه بلدي، لازم اعرف تاريخ بلدي، فدي حاجه كويسه مش حاجه وحشه خالص نهائيا. هي بس صدمه بعض اولياء الامور ان ازاي المرحله الثانويه يدرس طالب تاريخ وعربي وكمان يضاف ليه للمجموع، هي دي بس الضجه اللي معموله او ببعض اولياء امور. البعض بيعتقد يا استاذ محمد ان المدارس الدوليه علشان تخرج من المازق ده هتحاول انها تلاقي حل، هتحاول ان هي يعني تلف على الموضوع شويه، بمعنى ان هو خلاص انا هدي لك الدرجه كامله يعني في الماده ديت. هيبقى في رقابه؟ سعادتك طبعا هي ما فيش رقابه على المدارس الدوليه خاصه في مسائل التصحيح،
متعلقة بالمدرسة، لكن خلينا نقول ان ده التفاف على القانون وعلى القرار الوزاري، والتفاف حتى على فكرة ان احنا عاوزين نرسخ مفهوم الهوية، وان طالب الثانوية العامة يبقى يجيد اللغة العربية ويعرف تاريخه. لكن برضك لو انت حطتني في هذا الاطار كولي امر، هلاقي طبعا ابني اللي هو من كيجي او من بري كمان لحد الثانوي ما عندوش اللغة العربية ولا التاريخ لغة أساسية، وبالتالي كنت أنا مهمش فكرة اللغة العربية والتاريخ بالنسبة له، بحكم أن المدرسة ذات نفسها ما بتديش هذا المنهج. في قرارات كده أنا بشوفها قرارات فوقية، يعني أنت حطيتها في الثانوي كان من الأجدى من اللي من أنت بدري شوية تبقاها من بدري شوية، أو انزل للمرحلة الإعدادية اللي فاضله 3 سنين وهيخش الثانوي، وانزل برضك مع المرحله الاعداديه انزل بقى من عشان يبقى مؤهل ان هو يدرس اللغه العربيه عشان ما تضغطش على الطالب. لكن هل هذا سيقابل من قبل الوزاره بوضع منهج مخفف هذا العام او في ال3 اعوام القادمه علشان خاطر ان دي طلبه الدوليات دلوقتي هم دول فئران تجارب حقيقيه لتدريس اللغه العربيه والتاريخ؟ هل ده هيحصل؟ هل هيتم تخفيف المنهج ويبقى منهج يعني معقول ولا حاجه؟ ممكن الأستاذ طيب هو هرجع للأستاذة ميرفت كمان بالإضافة إلى ما تحدث فيه أستاذ محمد. طيب ما هو الدولة أصدرت والوزارة أصدرت، طب أنا ما عنديش آلية أن أنا من خلالها أقدر أجبر المدارس الدولية على تنفيذ رؤيتي؟ هي اوريدي، بس يعني في نقطة مهمة جدا، هو اللغة العربية والدراسات الاجتماعية عموما بيدرس بالمواد، هو مش يعني ملغي، لا هو موجود ولكن بعدم اكتراث او اهتمام يعني من الطلبة والمدرسة، بيبقى عدد فترات اقل مثلا، بيبقى مش المنهج كله، يعني ما بنديش المنهج كامل، ده نتيجة لان عدد الفترات قليلة. تمام، انا بس اقترح اقتراح ان في المرحلة الثانوية الطالب يدرس اللغة العربية ويدرس تاريخ، ما عنديش اي مشكلة، بس زي ما قال استاذ محمد انا اتفق معاه ان هو يكون منهج يعني مخفف شوية، مش مخفف ان يعني نلغي خالص من منهج التاريخ، لا ممكن يكون في اقتراح لمواد تانية تكون خاصة للمدارس الدولية بان هم يدرسوا العربي والتاريخ وفق للعدد الفترات عندهم وفق لطبيعتهم هم، فاهم حضرتك؟ والافضل ان هو نرجع شوية ما يبقاش مباشرة، يعني نرجع لمرحلة تعليمية قبل، يعني يكون هو اوريدي موجود برضو بيضاف للمجموعة بتاعهم. هو في بعض المدارس، هي المشكلة ان يعني في بعض المدارس الدولية بتتبع تعليم الوزارة كما هي، وفي بعض التاني للأسف لا يتبع تعليم الوزارة زي ما حضرتك قلت الآلية هي، فعايزين بس رقابة شوية من الوزارة على تنفيذ المواد دي وعلى فعلا تطبيقها بالشكل اللي أتاحته الوزارة، ده مهم جدا. يبقى طيب لازم يكون في رقابة شوية على دمج المواد دي أو تطبيقها بشكل سليم. يعني أستاذ محمد فيما تبقى أكيد هناك معوقات أخرى بخلاف المناهج، أبرز هذه المعوقات التي تسعى الدولة إلى الانتصار عليها؟ حضرتك طبعا أنت عندك معوقين تانيين مهمين جدا، الكثافات الطلابية وعندك العجز في المعلمين. خلينا نتفق أن لا تستقيم الحياة التعليمية ولا المدرسية لما أروح المدرسة ماليش معلم، يبقى لازمة المدرسة. ونفس الحكاية لا تستقيم أبدا وأنا داخل كلاس في 200 طالب. النهاردة على لسان وزير التربية والتعليم أن هناك كثافات في بعض المناطق 200 طالب، ده بقى سنتر الفصل بقى سنتر خلاص. فالنهاردة الدولة بدأت يعني تتخذ بعض الإجراءات لحلحلة هذه الأزمة. طب تقول لي طب الدولة قادرة على المسكنات ولا الحل الجذري؟ الدولة حتى الآن تسعى للمسكنات، وهي يعني وهي يا أستاذ محمد اسمح لي، يعني فعلا هي رؤية الدولة واستراتيجية الدولة هي تطوير المنظومة التعليمية، وده النهج اللي اتبعته القيادة السياسية، والقرارات هي اللي بتثبت هذا الأمر. سريعا يعني جرى بنا زمن هذا اللقاء، استفدنا كتير ويعني فهمنا حاجات كتيرة جدا، ونرجو أن يكون المشاهد كمان تفهم لأمور كتيرة كانت خافية عنه. إذن مشاهدينا في كل مكان باسمكم نتوجه بكل الشكر والتقدير للأستاذ محمد الشرقاوي الكاتب الصحفي نائب رئيس تحرير روز اليوسف ومسؤول ملف التعليم، أشكر حضرتك نورتنا وشرفتنا. تحياتي. شكرا لك يا فندم. أيضا الشكر موصول للأستاذة ميرفت عويس الخبير التربوي، أشكر حضرتك شرفتينا ونورتينا. شكرا لحضرتك ولكل أسرة البرنامج. شكرا لك. إذن مشاهدينا في كل مكان الأسبوع القادم وقبل الآن بساعة من الزمان نعود ونفتح ملف جديد وقضية جديدة، دمتم في رعاية الله وأمنه.